حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى توقعات بتوغل تركيا في سنجار بالتنسيق مع الحكومة في الأسبوع الحالي. في يقين الصحة العراقية تسجل 15 حالة وفاة و2224 إصابة جديدة بكورونا. وفي موقع عربي 21 مستوطنون يقتحمون الأقصى واقتلوا عوجار بالضفة المحتلة. في موقع إلترا عراق خطاب إلى السفارة الأمريكية، العراق يطلب مليون جرعة لقاح من واشنطن. في القدس العربي هنية يدعو أمير قطر إلى العمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات. في صحيفة تايمز الصين تستخدم لينكدإن لتجنيد عملاء في بريطانيا. وفي الحرة عراق البحث عن مصدر كورونا، أقفاص الخفافيش في مختبر ووهان تثير الشك. استعادة الوعي الوطني كان جزءا من المتغيرات التي صنعت انتفاضة تشرين في العراق، والذي سلب من العراقيين تحت شعارات زائفة وادعاءات كاذبة خلقت معارك طائفية وهمية، وقسمت الشعب الواحد وسرقت ثروات الأمة وأفقرت الشعب العراقي وامتص دمه بحسب تعبير الكاتب. هذا البلد الثري العظيم وهذا الامتداد التاريخي والحضاري الطويل تعرض لنهب وتشكيك، حتى كادوا ينتزعون ثقة الشعب بنفسه من خلال عصابة فاشلة وفاسدة وإرهابية متخلفة، اعتقدت أن السلاح والقتل والتخويف والخطف يستطيع إخافة الشعب العراقي وقهره. هذا ما جاء في مقال للكاتب محمد حميد رشيد، فلنستمع إلى جزء منه نشرته صحيفة المدى. أول المستهدفين من قبل أحزاب الفساد هم الناشطون من ثوار الانتفاضة، ولا بد من إنهاء الانتفاضة بكل صورة ممكنة وبأي ثمن. ستواصل التشكيك بها وبشخوصها، ولن تبخل عليها بشتى الاتهامات التافهة والخطيرة، والتشكيك بأهدافها واتهامها بالفشل وإلا جدوى منها وعجزها عن التغيير، وأن النظام الفاسد باق ويتمدد، وإن التضحيات ودماء مئات الشباب ذهب السودان وكانوا هم الخاسرين، وسيعملون على شق صفوف المنتفضين الثوار وبث الفرقة بينهم وزرع الشك وعدم الثقة بين صفوفهم، وأن الانتفاضة لا تحتاج قيادة ولا تنظيما، ولا بد من بقائها عفوية، ومن غير المسموح ظهور قيادة واعية ونزيهة، ولن يكون الانتفاضة ناطق واحد باسمها في كل محافظة، وسيعمل عملوا الفاسدون المجرمون على كسب ولاءات الشخصيات والقيادات الاجتماعية والعشائرية وشراء من يباع منهم، والتي يمكنها أن تؤازر الانتفاضة أو تدعمها أو تنتمي لها وصولا إلى عزل الانتفاضة عن الشعب العراقي. لكنهم أغفلوا حقيقة جديدة، هي أن الشعب العراقي أصبح ثائرا منتفضا، ومن في الساحات أبناء الشعب المنتفض الذي لن يقهر. أضاف الكاتب إدراكا من أحزاب الفساد والخوف بأن معركة الانتخابات المقبلة هي معركة مفصلية لا تعني المنتفضين الذين يصرون على إجرائها مبكرا فحسب، وإنما تعني الشعب العراقي كله الذي وعى الفساد وحدد المفسدين السراق الذين اغتنوا على حساب فقر الشعب العراقي وإذلاله وسرقة ثرواته وتدمير اقتصاده وتمزيق شعبه، وانكشفت الخدعة الكبرى وسقطت الأقنعة وتعرى اللصوص وداس الشعب على الخطوط الحمر، وتحول كثير من المقدس المزعوم إلى مدنس ثبت فساده وعملته وسقطت معه أكذوبة طائفية.
في حركة استعراضية من الصدر وأتباعه المعروفين بسرايا السلام كانت تعرف سابقا بجيش المهدي، انتشروا في شوارع بغداد والنجف وكربلاء وهم مدججون بالسلاح بسيارات الدفع الرباعي، بحجة أن هذا الاستعراض العسكري جاء استجابة لمعلومات توفرت لدى وزير الصدر عن تهديدات محتملة لمراقد مقدسة شيعية وسنية. وبعد مرور أكثر من 24 ساعة أعلنت تلك الميليشيات الصدرية خروجها من الشوارع بسبب زوال الخطر. إذن عن انتشار المسلح كتب نظير الكندوري في موقع مركز راسام لدراسات. هذا الانتشار المسلح لميليشيا مقتدى الصدر يذكرنا بما فعله حسن نصر الله حينما نشر قواته في بيروت واحتلها بشكل عملي عام 2008، ردا على قرار للحكومة اللبنانية التي اعتبر شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله على امتداد الأراضي اللبنانية عملا غير شرعي وغير قانوني واعتداء على سيادة الدولة. وكانت حجة حزب الله أنه أقام هذه الشبكة للتصدي لعمليات التشويش الإسرائيلية. لقد بات واضحا أن الاستعراض الذي قام به الصدر وميليشياته في شوارع بغداد وباقي المدن يأتي متزامنا مع محاولات نور المالكي لطرح نفسه مرة ثانية لتولي منصب رئيس الوزراء. وهذه التراشقات ما بين المالكي والتيار الصدري والاستعراضات العسكرية هي بمثابة دعاية انتخابية في زمن ديمقراطية الميليشيات، فالديمقراطية بالعراق مختلفة جدا عن مثيلاتها في الدول التي تحترم شعوبها، فبدلا من نشر برامج انتخابية لهذا الحزب أو ذلك، تقوم أحزابنا وميليشياتها بالاستعراضات العسكرية والتهديد بقطع يد من يتصدى لها. أضاف الكاتب أن هناك رسالة أخرى كان الصدر يريد إيصالها لمن وجه له الإهانة علنا في الناصرية وفي مدن أخرى. وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي إهانات له ولتياره أخيرا، فلذلك هو يريد أن يعيد هيبته وهيبة أتباعه بعد أن وصلت إلى الحضيض، معتقدا أنه باستعراض غلمانه في الشوارع وهم مدججون بالسلاح سيبعث الرعب في شبابنا ويثنيهم عن توجيه الإهانة له ولأتباعه. من باب البطة عاد الصراع الإعلامي شيئا فشيئا بين التيار الصدري ورئيس الوزراء الأسبق نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون. عاد إلى الواجهة هذا الصراع من جديد بعد أشهر من انخفاض حدة التصريحات من كلا الطرفين. إذن عن الصراع الميليشياوي على الانتخابات كتب زيا وليد في موقع الترا عراق. لقد أثار الصدر بتصريحه عن رئاسة الوزراء حفيظة أغلب القوى السياسية بإعلانه سباقا مبكرا على الانتخابات، أبدت بعض الأطراف السنية تخوفها صراحة من العودة إلى حقبة مضت، وواصلت مجامع الناشطين في انتفاضة تشرين اعتراضاتها على الصدريين وتوجههم، فاستغل المالكي ذلك بإذكاء العداء القديم، ولعلها محاولة للعودة إلى المشهد الخارجي أيضا وليس الداخلي فحسب من بوابة الخصومة مع الصدريين الذين يشتبكون مع الجميع منذ انقلابهم على التظاهرات في ظاهرة غريبة لتيار ما زال يمارس السياسة بأقصى الاندفاعات والعفوية والارتجال. قد تندرج تصريحات الصدريين وتخويفهم تحت بند إعلاء سقف الطموحات المعلنة، كما كان يعلو سقف المطالب في تظاهراتهم للحصول على ما هو أدنى، وما هو أدنى هو ما لم يحدث مع محمد توفيق علاوي الذي رفض من زملاء الصدر ذاتهم، ذلك الرفض الذي ساهم بنشوء خطوات وخطابات صدرية نسفت سنينا من جهود إنهاء النظرية الميليشياوية على التيار. ما يحدث الآن هو صراع سياسي على الحكم بامتياز عنوانه الأبرز انتزاع الاعتراف بالخوف والقوة. أما مستوى التنافس وطرائق التعبير عنه فهي ليست محل استغراب في نظام فاق المعقول بانحطاطه وبتردي طرائقه.
يوما بعد آخر يزداد استخفاف بعض الساسة العراقيين بعقول ناخذيهم بإطلاقهم مختلف الأكاذيب والأعذار لتسويغ إخفاقهم في تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل لملايين الشباب العاطلين عن العمل. بعضهم قال إن سبب عدم توفر الخدمات هو إقليم كردستان الذي يستحوذ على 5% من الموازنة العامة العراقية متناسين باقي الموازنة. وآخر صيحات هؤلاء الساسة قول إحداهن أن سبب ضعف جواز السفر العراقي هو إدراج اللغة الكردية فيه. جاء ذلك في مقال للكاتب جلال شيخ علي في موقع شفق نيوز. بطبيعة الحال هؤلاء الساسة يعلمون كذب ادعائهم، لكنهم يستخفون بالشعب ويتصورون أن كل أكاذيبهم قابلة للتصديق، سيما وأن هنالك جيوشا إلكترونية تدعمهم وتصور أكاذيبهم كآيات منزلة غير قابلة للطعن والتشكيك. ويعلم الجميع أن هناك عدة مواقع تعطي إحصائيات لترتيب جوازات السفر في العالم، أبرزها ما يسمى مؤشر هينلي التي تعتبر واحدة من المؤشرات التي تم إنشاؤها لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقا لعدد الدول التي يستطيع مواطنو كل دولة دخولها، إذ يستند مؤشر هينلي إلى البيانات التي تقدمها هيئة النقل الجوي الدولية، ويغطي 199 جواز سفر و227 وجهة سفر. ويتم تحديث القائمة على مدار العام. مؤشر هينلي ليس المؤشر الوحيد الذي يعطي تصنيفا عالميا لجوازات السفر كل عام، وعند تصنيف جوازات السفر العراقي يحتار القائمون عليها على أي أساس يصنفون هذا الجواز الفريد من نوعه، سيما وأن المواطن العراقي أحيانا لا يستطيع زيارة حي من أحياء مدينته، خاصة إذا كان سكان الحي من طائفة أخرى. أضاف الكاتب: أيها السياسيون والسياسيات، كفى استخفافا بالعقول، قدموا ما عليكم من واجبات لناخبيكم ووفروا فرص العمل، قدموا الخدمات واخفضوا سعر الدولار وارفعوا قيمة الدينار ليعيش شعبكم برفاهية ويصبح بإمكانه السفر إلى دول العالم، وعندها سترفعون من جودة جواز السفر. قال صحفي البريطاني جوناثان كوك إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعطي بصيص أمل للفلسطينيين، ويؤكد أن معركتهم في حق إقامة دولتهم لا تسير مع الصهاينة كما تتمنى وكما يتمنون، لكن لا بد من تفعيله. وأوضح كوك في مقال له بموقع ميدل ساي أن القرار يؤكد أن المناخ السياسي لمرحلة ما بعد ترامب قد تكون رياحه أشد وطأة على كيان الصهيوني مما هو متوقع. سادت إسرائيل حالة من الاضطراب بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي في لاهاي، والذي يقضي بأن كبار المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك ربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمكن أن يحملوا المسؤولية عن انتهاكات قوانين الحرب في المناطق الفلسطينية المحتلة. لا يضمن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية تقديم الإسرائيليين للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على الأقل ليس بعد. ولكن بعد سنوات من التسويف حسم القرار مسألة ما إذا كانت المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تقع ضمن صلاحيات المحكمة. قال القضاة إنها فعلا تقع، إن فتح الباب الآن على مصراعيه أمام إمكانية التحقيق في ضلوع الإسرائيليين في جرائم حرب هو السبب في أن الزعماء الإسرائيليين من كل ألوان الطيف السياسي ردوا بغضب شديد على القرار. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية قد انتهت من إجراء تحقيق مبدئي خلصت فيه إلى وجود أساس قانوني لفتح تحقيق شامل.
أضاف الكاتب في مقاله: قد يستقر أمر المحكمة على ترك سيف التحقيق المحتمل معلقاً فوق رقبة الصهاينة، أملاً في أن يكفي ذلك للحد من تجاوزات الصهاينة الأسوأ كخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية. لكن الاكتفاء بأي من هذه النتائج لا يزيد عن كونه مزيداً من التهرب من المحكمة ومزيداً من اللعب السياسي. ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن إعفاء الرئيس السابق من المسؤولية عن العصيان في مبنى الكونغرس بواشنطن في 6 من شهر كانون 2 يناير الماضي ليس تبرئة، وعلى من ساعدوه أن يخجلوا من أنفسهم. إن أهمية المحاكمة هي أنها وضعت أمام المتابعين الأمريكيين للمحاكمة على شبكات التلفزة الخطر العظيم الذي يمثله ترامب على الديمقراطية وما سيمثله في الأيام القادمة. ولو أدان مجلس الشيوخ ترامب فلكان الحكم عليه بمثابة حظر وبموجب الدستور من أي منصب مشرف أو هيئة أو ربح في ظل الولايات المتحدة. وتأمل الصحيفة أن تؤدي الحالة التي أقرها مجلس النواب لإقناع الناخبين والحزب الجمهوري لمنعه من الحصول على أي منصب في المستقبل. وأثبت مدراء المحاكمة في مجلس الشيوخ وبدون شك أن ترامب هو الذي حرض على عصيان 6 من كانون 2 يناير وليس من خلال خطابه التحريضي، ولكن عبر حملة مزدوجة لنشر الشرعية عن الانتخابات والتمسك بالسلطة. وأثبتوا أن الرعاع كانوا يتصرفون بناء على توجيهات ترامب، وأظهروا أن الرئيس السابق تصرف بتهور بعد الهجوم على الكابيتول وبنفس الطريقة التي تصرف بها عندما دعا أنصاره لوقف السرقة. وأكدوا أن الدعوة والتشجيع على العنف هو أسلوب ترامب سبق محاولات لقلب نتائج الانتخابات. أضافت الصحيفة الأمريكية أن إخفاق مجلس الشيوخ في إدانة دونالد ترامب بتهمات التحريض على العصيان المميت يعد إجهاضا للعدالة. وبكل المعايير فقد أثبت المديرون لعملية محاكمة ترامب الثانية في مجلس النواب مسؤوليته عن الهجوم العنيف الذي قام به أنصار له مجانين في محاولة منهم لمنع مجلس الشيوخ من الموافقة على فوز جوزيف بايدن في انتخابات نزيهة. حقق فنان هاون في فنلندا نجاحا كبيرا بتحقيقه رسمة عملاقة حفرها بخطاه في الثلج، وذلك بمساعدة عدد من المتطوعين مستقطبا جمهورا واسعا ومثيرا واهتماما كبيرا قد أثار اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام. وتنكشف الرسمة التي وقعها يان بيكو في دائرة قطرها 160 مترا من المساحة المكسوة بالثلج من علو، وهو حققها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لتكون أكبر رسمة في الثلج في هذا البلد الواقع في شمال أوروبا. لا يمكن لمس جمال الرسمة من الأرض، فلا تظهر تفاصيلها إلا من السماء، فتنكشف خطوطها المتداخلة على شكل دوائر ماندالا عملاقة. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين. في رعاية الله.